شتي ديالي لاله ان شاء الله هو كان غيخرج قبل رمضان، ولكن ملي شت انه جا رمضان موازين وهذا الشيء دونك خليت باش نخرجوا في كاين فيديو كليب ان شاء الله كيتوجد من كلمات مولاي رشيد الركراكي ومن كلمات سلوى الباشا عفوا والحان مولاي رشيد الركراكي وتوزيع راشد محمد علي الموزع الرائع، وان شاء الله هي تسجلات بقاو غير لي غوتوش داكشي لهذا وبقات فقط الفيديو كليب. لا لا دابا انا عندي فاش رجعت للساحه يعني اوفيسيالمون بعد ديك الغيبه عندي واحد دايره واحد الوقت واحد العدد الاغاني خصو يخرج من بعد منا مني تفكروني يعني الناس اللي نساوني مني ندير بصمه عاد ديك الساعات عندي المحطه الثانيه اللي هي القاهره ان شاء الله. الاستراتيجيه هي شوفي عجبتني هذه الكلمه استراتيجيه ملي رجعت كنت كنخدم بعفويه شحال هادي لقيت ان كنت كنجي وكنرجع وما كنعرفش وكنفشل في التجارب ديالي. دابا ملي رجعت اوفيسيالمون هادي دو زون اوفيسيالمون انا في المغرب درت استراتيجيه ان المغربي نعطيه حقه لان كنحلم بشي حد بالجمهور المغربي يغني لي غنيه ليا انا او على الاقل يعرفني بها. والاستراتيجيه الثانيه ان ماستر يعني بحال هوليود يعني لازم نمشيو لها لان انا صوتي شرقي وكنغني الشرقي وكنغني الشعبي والمغربي ولكن خص يعني ضروري نوصل تما وندير واحد جوج اغاني ان شاء الله مصريين. لحد الان ما دايرش بالي حتى شي ملحين ما بقيتش كان لان ولات الميديا كتلعب دور كبير يقدر غنيه ماشي في ملحين معروف ودير لا توندونس دونك ما بقاش عندي هذه المشكله ديال الملحنين. عندي الناس اللي ان شاء الله هما قابطين لي هذا الموضوع هذا الوقت اللي غنوصل تماك ديك الساعات ملي غندير كونفيرونس دو بريس وغادي ندير حفله وداك الشيء ديك الساعات اللي جا واللي هذا واقترح عليا او انا مشيت دقيت البينا واقترحت راه غادي ان شاء الله. ما كاينش شي مطرب ما كيتمناش يكون في التوندونس غير مع كامل الاسف اللي في التوندونس ماشي كلهم اللي في التوندونس الاغلبيه ديالهم فهم اغاني فاشله ماشي كنقول لك عليا انا نو كنقول لك على الاغلبيه لان كاين اغاني نزلات احسن منها ماشي في التوندونس. انا ما نزلتش هاد الشهرين يعني كنهضر لك على اللي نزل دابا واللي فريد صاحبي زويني هادو داكوغ لان اصلا بجوجهم كيعجبوني ولكن كاين دي شونسون اللي ما تسمعوش ما هذا وتبارك الله عندهم لو طو دو فيو زوين سبحان الله كلشي كيقول لي واش علاش ما كتمثليش واش معناها سي فغي جربوني مخرجين في الكاميرا وقالوا لي تصلحي للتمثيل ولكن كان تعرض عليا واحد الدور مع سي عبد الكبير رقاقنا وصادف سهره عندي في دوزام ما كانش مكلي نخلي السهره ونمشي ولكن باقي الخير القدام ان شاء الله. شوفي ما كاينش الفنان ربي خلقه يعني هو قدوه لا في الاخلاق ولا في الاناقه ولا في الثقافه ولا في الشكل ماشي حنا كنديروا التجميل باش زعما حنا كنديروا حبا في الجمهور باش يبقى يشوفنا في حله زوينه ماشي زعما كنديروا حيت حنا لا تقبطي مثلا صور منى اسعد قبل وبعد ما تلقايش كاين اللي كاين في ديفيرونس صراحه ولكن هو زوين هو علاج للتجاعيد انا ماشي ضده الصراحه.